السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ماجد الزعابي. توصلني كثير أسئلة في إنستغرام، أستاذ ماجد شنو أحسن ترايبود؟ شنو أحسن جنطة؟ شنو أحسن درون؟ وأنا أقول لكم أحسن شيء إن عندنا AAB وورد، كل شيء تحت سقف واحد. راح نجاوب في هذه السلسلة عن هذه الأسئلة، حياكم معي داخل المبنى. طبعا انا معتمد الثينك تانك، صار لي فتره. ليش معتمد هذه الجنطه بالذات؟ اسمها ادفانتج، لانها اخف جنطه تقريبا، وانا عندي مصور وايد لايف، عندي ثقيله الجنطه كثير، فكثر ما اخفف الجنطه كثر ما راح تساعدني في المطار. هذه 2.9 تقريبا، يعني اقل من 3 كيلو. بس اللي مأذيني شوي فيها انه لما اسحبها اسحبها بهالطريقه هذه، فلما احط جنطه ثانيه فوقها راح تكون شوي ثقيله على معصمي، لان انا ضعيف شوي. اللي معضل وعنده عضلات ما عنده مشكله، فراح استبدلها بشنو؟ راح استبدلها بالمنفرتو هذه، وهذه دائما افضلها حق السفر لان فيها 4 عجلات، فبهالطريقه هذه يصير وايد اريح بالنسبه لي اني اخذ الجنطه. دائما انصح حق اي مصور وايد لايف انه يكون عنده قطعتين، جنطتين، واحده حق اللابتوب لانه مسموح لك انه يكون عندك جنطه لابتوب، وواحده حق معدات التصوير. لا تخلي كل شيء بالجنطه هذه، راح يصير وزنها فوق 7، راح يصير وزنها فوق 10. فانا دائما افضل اني افصل الوزن هذا. راح اخذ جنطه ممكن تكون على الظهر او على الكتف، اهم شيء تكون انها تشيل اللابتوب عندي، ويكون انا اللابتوب عندي 15 انش، اذا كان لابتوبك اصغر ممكن تاخذ لك شيء اصغر. هذا اللي اقصد انك انت لما تروح المطار بهالطريقه هذه راح يكون عندك وايد يعني راحه اكثر بالحركه، راح تقسم اغراضك، ما راح يتهاوشون معك بالمطار ان عندك وايد اغراض. لما توزن جنطه الكاميرا ممكن هذه تكون على جنطة أو على الترولي مال الجناط، فتوزن هذه بروحها، وعندك هني تقريبا 1,000,000 كيلو تقدر تحط فيها، خش فيها اللابتوب، خش فيها مثلا عدسات ميررلس. إن شاء الله ما حد من المطار يسمعنا، بس عشان نمشي هذا التريك وإحنا مسافرين. أهم شيء عندهم إنك أنت ما تكون هذه وايد وايد ثقيلة، لما تقسمها وهم يرتاحون ويكون سيفتي لك أكثر. أهم شيء قبل لا تأخذ أي جنطة تأكد من أغراضك أنها تدخل داخل هالجنطة ولا لا. تخيل أنت تأخذ هالجنطة تصرف عليها فلوس، عدستك تكون أكبر منها، ما يصير. فأنا جيت معي العدسة أساس أجرب، وما شاء الله العدسة مع الكمبيرتر مالها فت ممتازة داخل الجنطة، وهذا أهم شيء بالنسبة لي. أقدر أحط بادي اللي ما حول ميرورلس خلي حول ميرورلس، لأنه وايد قاعد يصير أصغر. فأنا هني ارتحت إن حطيت عدستي كاملة، اقدر احط اللابتوب هني. والحلو في هذه الجنطه ان عندك اكسس سريع حق اللابتوب عن طريق من هني، تقدر تاخذ اللابتوب، تقدر تاخذ الايباد. ولكن شنو قلنا؟ يفضل انك تقسم اغراضك. فانا شنو راح اخذ؟ راح اخذ التمب هذه واحط فيها اللابتوب. مثل ما انتم شايفين هذا لابتوب 15، اقدر احط فيه الايباد هني، سماعاتي، اقدر احط عدسه، اقدر احط كاميرا اخرى. فدائما ان افضل انك تقسم اغراضك بين حقيبتين. براند البيك ديزاين من الشغلات اللي لما تشتري جنطه تحس انه يصير بينك وبينها علاقه، احبها صراحه، ودائما استخدمهم هذيل الباوتش، خصوصا لما اروح انا حتى لما اسافر جوازي اغراضي كلها تكون موجوده. بس ابرمج مخي انه اي مكان ادخل يكون كل اغراضي، تلفوني وساعتي، كلهم داخل الباوتش هذه. لما اطلع من اي مكان في سكيورتي اعد 3 اشياء، هذه الجنطة، جنطة اللابتوب، جنطة الكاميرا. فضروري انك تقسم اغراضك بحيث انه ما تنسى مرات تحط تلفونك في البلوك مثلا ويضيع منك. فدائما انا استخدم البيك ديزاين كباوتش باج، تحكم معي سواء اللي يكون فيها خصر او اللي تكون معلقة تقدر تعلقها عن طريق الاماكن وسعية من داخل. خلنا اراويكم اياها، وايد مرتبة حق جواز، حق بوك، حق كل اللي تبي تقدر تحطه داخل هذه الجنطة الجميلة. كذي ان شاء الله اكون جاوبت على اسئلتكم. ابيكم تكتبوا لي بالتعليقات شنو تستخدم الحين من جنطه، شنو عجبك، اي جنطه من هذيل الاربع تواير ولا تايرين ولا جنطه الظهر. ابي اسمع منكم بالكومنت، وان شاء الله نكمل معاكم في حلقات ثانيه.